أخوي نمر الوحش انقتل على إيد راعي غنم ما يسوى، إيد اليمين مات وحرقوا بيتي، يعني أنا مغلوب. أنا اللي رجالي يغرقونهم في البحر مثل اليهال. خلينا نروح له ونصيده ونجيب راكع لك. انتبه انتبه مكانك. ايش ما يكون هذا كمين من بنضلاوي. سرعه! انت لازم ترتفي البيت، راحه في البيت وهذه الضروريه. وانا في جرح بسيط قاعد في البيت. انت ما تعرف الشيخ صقر بنضاوي؟ شيخ انت لازم يجي بعد يومين عشان تسوي تنظيف جرح واعطيك دواء. السالفه كذي شكلها بتطول. هيك بعد يومين عشان تنظيف جرح. شكلي ما راح اجي. يلا يعطيك العافيه. يلا شكرا. ذيب قعدوا عندنا يومين، ترى البيت بيتكم. اسمي الشيخ ذيب بن ثياب. شوي شوي عليها يا ذيب، ترى وضع اختي وهي غالية علي. ترى انا حتى انت ما اقبلها منك. انا قصدي تم عندنا يومين ثلاثة عقب ردوا بيتكم. لا، خلي ذياب وخزنة عندك، انا ادبر نفسي. البيت بيتكم ذيب. قلت لك اسمي الشيخ ذيب بن ذياب، لا تفورين الدم براسي. وضحوه؟ ترى اقصاها بشقه. ايش في رايك محتد علي؟ ترى ما غلط عليه. ايش فيك انت يعني مو تعرفينه؟ شنو عشان بيتكم احترق؟ لا، السالفة وايد أكبر من كذي. سموحة يا شيخ أحمد، أنا دشيت عليكم المسجد وأنا في قمة غضبي. بصراحة ما لي حق أن أرفع صوتي. أنا أقول الشيخ صقر بنضاوي إن شاء الله يتعود من الشيطان ويصلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك. وأنا كنت جايينك بنصيحة، بس لكن لما شفت عندك اتفق صراحة أنا خفت منك. لك الكرامة يا شيخ أحمد، بس أنا ما بهدى لي بال لأن ما أربط من ذياب وأسحبه من فريجهم لفريجنا مذلول مذموم. لمتي هذا؟ أنتم من يوم أنتم صغار مناجر ومشاجر، كل واحد حاط راسه براس الثاني، والمشكلة أن ما فيكم لا غالب ولا مغلوب. بن ذياب شيطان، شيطان في صورة بني آدم، هو اللي ما يخلينا في حالنا. أنا حاولت أستفزه عشان يتقرب مني، بس للأسف ما نجحت.
أنا ما أعير على أحد صدقني، وكاف نفسي عنه، بس هو ما يرتاح لما يذلني، لكن يخسر له ما يقدر. احنا نفذنا الحكم في الأربعة وبدينا ببنيان بيتك، ان شاء الله كلها 3 إلى 4 أيام ويكون جاهز. كل هذا ما يهمني، انا عارف شو اللي مضايقك، بيتك احترق. هذا اخر شيء ممكن يضايقني. عيل ايش فيك طال عمرك؟ نيران تشعل بقلبي ماني قادر اطفيها. القصد طال عمرك بنضاوي اهاني، بنضاوي لو حارق بيوت الفريج كلها اهون علي من انه يحرق بيتي. بنضاوي تحداني يطق 4 من رجالي قدام عيني وانا ماني قادر اسوي له شيء. تسمح لي اقول شيء طال عمرك؟ قول. انت ايش حق ما دشيت للبحر وفقصت راس براس سلطان؟ اياني وياك تقول هالكلام هذا مره ثانيه؟ ليش ما تقول اوه ليش ما طلع لي وياني البر؟ ايه صح صح، انا ذيب البر، ذيب بن ذياب، يبل ما يهتز. صب يلا.